Taste the feeling. جمهور طلع من اللعبة كله فرحان، ابتسامة على وجوه جماهيرنا، خصوصا الجول اللي جاب بالدقيقة 90 وبال90. تعال نشوف ردود فعل الجمهور. الحمد لله والشكر، موفقين ان شاء الله، بعد احسن واحسن الاداء ان شاء الله، وكل الطريق للنهائي وياكم احنا يا ابطال. مبروك للعراق. دمكم نشف مو؟ والله كفو كفو. دمنا نشف، والله العظيم دمنا نشف، والف مبروك الف مبروك للشعب العراقي. والجول الاخير هذا نقطة تحول لثلاث نقاط، هاي نقطة تحول. الاداء شوية اللي يزود تزود. مبروك. هلا هلا مبروك. كنت عارفه اني حيربحون يعني، بس عارفه حتى اخر دقيقه. اي قول لهم، لانه انا اتفائل وايجابيه، فقلت لهم كونوا ايجابيين حيربحون، بس كنا نريد 11 جول. 11 دعوه، خلينا ناخذ ثلاث نقاط كلها لاعب جول حتى عالجاية. ما شجعتي اي لاعب تحبين من الفريق؟ كل الفريق احبه، وبس كل العراقيين. شكرا.